كنا بنتكلم قبل الفاصل على الإدارة الفنية الجديدة لفريق النادي الأهلي وتعيين مستر موسيماني. كابتن علاء، إيه رأيك في التجربة؟ هي تجربة لسه أول مرة تحصل، مش في مصر، حصل قبل كده طبعا مع إيمانويل مع مقصة، بس ده إيمانويل جه يومين نسلم عليهم أربعة قعد أربعة أيام أربعة أيام لكن أول مرة تحصل في يعني مع النادي الأهلي أو النادي بحجم وقيمة النادي الأهلي. لكن لازم تعرف حاجة، أيما لما الإدارة تستقر على موسيماني تعرف إن هو درسوه كويس قوي قوي، وهو يعني أجمعه إن هو في يعني في الوقت ده أو في التوقيت ده هو أنسب واحد الوقت في المرحلة دي. أيوه. أنت داخل على أفريقيا ومباراة مهمة جدا جدا جدا، أنت عايز حد حافظ أفريقيا وحافظها عن ظهر قلب وفاز بالبطولة قبل كده. على فكره ده مش معنى كلامي ان هو لازم يفوز بالبطوله، لا طبعا. انا لا كنت طبعاً. سمعت الانترو بتاعك، ما فيش حاجه في الكوره اسمها لازم، على صحيح هو في حاجه في الكوره انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك والتوفيق بتاع ربنا مزبوط. فانت بتبعد عنه موضوع الضغط ده، الضغط ده لازم يتبعد عنه شويه. اه، واكيد طبعا امنيه حياته هيبقى حدث وهتبقى حاجه مشرفه جدا ليه. هو اساسا الراجل تحس ان هو وصل لمرحله ايمن في مشواره التدريبي، مرحله جامده جدا جدا، ان هو النادي الاهلي هو الوقت المدير الفني للنادي الاهلي، هو بالنسبه له تقريبا ما كانش بيحلم بالموضوع ده. لسه هقول لك، ما كانش بيحلم ان هو مدير فني للنادي الاهلي، لكن حصلت. ايوه، فاحنا تقريبا مش عارف الاستوديو ده عادل او اللي قبليه كنا بنتكلم على المدير الفني بيجي النادي الاهلي خلاص، ده عارف انت زي ما بيقولوا كده في لغه الكوره، عدى مشوار كبير قوي في مشواره التدريبي. صحيح، مجرد بس ان هو اسمه بقى مقترب بالنادي الاهلي. فهو بالنسبه له طبعا استحاله النادي الاهلي كان هيفكر في مدرب افريقي. فتخيل ان هو، انا متخيل ان هم بيعرضوا عليه، هو اكيد قعد فتره كده، هو ده حقيقي ولا حلم ولا مصدق. انا بجد والله. لكن هي بالنسبه له طبعا قطع مشوار كبير قوي في مشواره التدريبي. بالنسبه للنادي الاهلي تجربه جديده، بتمنى يا رب ان شاء الله تبقى مكلله بالنجاح ان شاء الله رب العالمين، لان كل الاطراف عايزه النجاح دايما. النجاح ما بيجيش من هاني او محمد، لا لا لا، لازم كل الناس على هدف واحد، هدف النجاح. ايوه، تعمل بس اللي عليك وتوفر كل الاساليب زي ما اتفقنا، النادي الاهلي بيوفر فوق ما تتخيل. أي. وبعدين سيب حته التوفيق من عدمه، مش بتاعتك ولا بتاعتك ولا بتاعت غيرك. ولكن عايز اقول حاجه في النقطه دي يا كابتن علاء، لان في ناس طبعا هي رحبت بالفكره كويس وقالت احنا ماشيين ورا الاداره، ولكن الناس طموحاتها عاليه قوي. يعني الناس بتقول مثلا، وفي منهم اهلاويه كتير اكيد، ان انت طالما جايبه في التوقيت دوت يبقى ده اللي هيجيب لنا بطوله افريقيا. لا، ما يعني هم بيحطوا ضغوط على الراجل جامده جدا كويس. في نفس الوقت انت عارف ان الكوره يعني فيها توفيق وعدم توفيق، ما هي فيها انك ممكن تكون كويس وتخسر بطوله، فيها انك انت راجل لسه جاي مع الفريق بقالك 10 ايام وبعدين هتخش على ماتش جامد جدا. ده طبيعي. فالحاجات دي برضو خلي بالك، الاجواء برضو مش عايزين نحمل الراجل فوق طاقته. هي بص، ما فيش حاجه في كره القدم اسمها لازم دي مشطوبه من كره القدم. لكن اللي انا حاسه ان الراجل هيبقى ضغوطات الجماهير. أيوة. لكن جوه النادي يا ايمن او جوه الملعب او جوه الاداره نفسها انا حاسس ان معلوش ضغط خالص، هيشتغل بارتاحيه كويسه جدا 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 وهيعمل كل اللي هو يقدر يعمله، وحته التوفيق دي ممكن يحصل ولا قدر الله ممكن لا طبعا. فلازم يعني حته كوره، انا ما بشتغلش على هدف واحد. هدف واحد احنا يعني دايما بنتكلم بقول احنا بنتكلم على المكسب وعلى بطوله، لكن أيوة. التوقيت ده ايمن مفيش حاجة اللي هو لازم يجيب البطولة. انت الراجل الوقت مش هسعفه في اي حال من الاحوال، رفاهية الوقت ان عندي وقت مش موجودة، عشان كده هو هيبقى مضغوط ان هو بسرعة يبقى هو المسؤول على الفريق. عايز بسرعة يبدأ يعرف الفريق كله على المصابين على المعارين على طريقة اللعب على الشكل على المشاكل ويبدأ يعالج فيها. لان بس الوقت هو للأسف الوقت مش في صالحه، يعني الوقت ده بقول لك رفاهية الوقت مش في صالحه هو. ايوه، ما بقول لك، لكن اللي انا متاكد منه، مش بقول المفروض، ان الاجواء المحيطه بيه وبجهازه وباللعيبه اعتقد هتبقى اجواء هاديه، هم عارفين داخلين على ايه، وهيشتغل الراجل بارتياح كويسه جدا. جماهير الاهلي دايما جماهير طماعه، عايز بطوله، دايما جبت مدرب لازم بطوله، لكن لما نيجي نتكلم لازم يبقى في شويه هدوء. طبعا يا رب يجيب البطوله طبعا، ده حلم. لكن مش لازم، لان انت جايب الوقت وحش جدا 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 بالنسبه لمدير فني طبعا. عشان كده الراجل عليه ضغوطات، لكن مش اللي هو لازم. أيوة. ضغوطات اللي هي ضغوطات، على فكره ضغوطات ضغط حلو مش ضغط وحش. أيوة. ان هو
الناس متحشمه فيه كويس قوي ان هو هيجيب البطوله وعنده خبرات كويسه جدا. وعلى فكره ده مش عيب، وصل ان هو جاي نادي الاهلي، النادي الاهلي نادي معروف هو نادي بطولات. فبتمنى ان شاء الله رب الناس تبقى معانا على الشاشه ووصول فريق النادي الاهلي لملعب المباراه، مستر موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد ممصان، مدرب حراس المرمى، المترجم، كابتن وليد سليمان. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون في اصرار النهارده على مواصله الانتصارات، وتكون بدايه موفقه ان شاء الله لمستر موسيماني. كمل يا كابتن علي. بس يا فالنهارده ممكن ما تلاقيش كتير قوي ان هو متدخل في شكل الفريق او طريقه اللعب او طبيعه، على فكره ان هو لسه بيستكشف. انا عارف اليومين اللي فات هو بذل مجهود كبير قوي ان هو يعرف الشكل ويعرف المشاكل، اللي هو عارف ان الوقت مش طالع عشان كده هو حتى ضاغط نفسه. النهارده اكيد هيتفرج هيبص. ممكن النهارده طبعا مباراه النهارده مش بتاعته خالص طبعًا. بس عشان نبقى واقعيين طبعا بالايجاب ولا قدر الله بالسلب، بالشكل والشكل هو بعيد كل البعد، هو لحد الان بيشوف الفريق بيستكشف الفريق. لكن عشان ما فيش وقت ايمن، انا اعتقد المباراه القادمه على طول هو خلاص هو عايز كمان يبدا يشتغل، يبدا يحط بصمته، يبدا يعرف طريقه لعب مناسبه للعيبه ايه، وطريقه اللعب على ما سمعت في المؤتمر امبارح تقريبا هي 4-2-3-1 مشابهه للسان داونز، مع طبعا مع الافراد، واكيد مش هلاقي احسن من الافراد الموجوده في فريق النادي الاهلي، فمفيش اختلاف كتير خالص. لكن النهارده اكيد هو برضه هيبص على الشكل نفسه في الملعب مختلف اكيد.